بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة، اليوم تكون محاضرتنا إن شاء الله عن وحدة جديدة بعنوان مايكروسوفت وورد 2007. مايكروسوفت وورد 2007 حقيقة يعتبر أفضل وورد بروسيسنج موجود حاليا، متعامل معه على أساس أنه يكون البرنامج اللي إحنا مكتوب عليه كتاباتنا. طبعاً المايكروسوفت وورد هو واحد من مجموعة المايكروسوفت أوفيس، واللي بيها برامج متعددة مثل الإكسل والأكسس والباوربوينت. طبعاً البرنامج هذا يمكن استخدامه في مجالات عديدة، مثلاً على سبيل المثال في أعمال السكرتارية والإدارة المكتبية، بحيث كتابة التقارير والمراسلات والتنظيم الخاص بالملفات والمعاملات وإلى آخره. الآن يحتوي برنامج الوورد مثله مثل غيره من البرامج الويندوز المايكروسوفت أوفيس، بيحتوي على عدد من المشاكل، لكن إذا قرن مع أي برنامج ثاني فهو الأفضل في عملية استخدامه للكتابة عندنا باستخدام الكمبيوتر. في عندنا ميزات، وأفضل مميزة للوورد هي ميزة التراجع، والتي تمكنك من التراجع عن أي شيء قمت به أو إصلاح الأخطاء اللي ارتكبتها وانت تكتب في السرعة. مميزات هذا البرنامج كالتالي: أولاً اللي هي إمكانية تغيير أنواع الخطوط في الورقة الواحدة، أيضاً اللي هو إمكانية إدراج صورة أو رسم هندسي أو رمز أو تعليق وصلة لموقع الإنترنت، إمكانية إدراج جدول وتعديل مساحة الخانات وشكل الخط وطريقة الكتابة الأفقية أو الرأسية، إمكانية اللصق والقص من مكان إلى آخر في نفس اللي هو المستند اللي أنت بتكتب به، ايضا ممكن انه تحط التاريخ والوقت واللي هو كتابه الرسائل او بتحديث يومي يتم على اللي هي المستند اللي انت انشاته. ايضا يمكن وضع اطار للمستند او الفقره، استخدام العلامات المائيه المختلفه على المستند، ايضا استخدام الخلفيات الملونه، وايضا ممكن من خلال برنامج الوورد انه نقوم بعملية التصحيح للأخطاء اللغوية اللي أثناء الكتابة ممكن انه تظهر عندنا، أيضا تغيير حالة الأحرف الإنجليزية والعربية أيضا بملائم اللي هو حاجة المستخدم. الآن البرنامج هذا التطبيقي اللي هو الوورد مثله مثل أي برنامج للمايكروسوفت أوفيس، هو بحاجة إلى متطلبات رئيسية وأساسية يجب أن تتوفر في الكمبيوتر حتى يتم تنصيبه على الجهاز الموجود عندنا. أول شغلة لازم يكون في عندنا معالج الكمبيوتر، معالج Pentium 4، طبعاً يمكن الاستخدام بالفيرجنات الأعلى من Pentium 4. الذاكرة لازم تكون أقل إشي 256 ميجا بايت. القرص الصلب طبعا لازم يكون اقل شيء مساحه اللي موجوده فيه فاضيه 150 ميجا بايت وما اكثر. نظام التشغيل طبعا بيعمل على نظام تشغيل الويندوز اكس بي وكل الاصدارات اللي بعد ويندوز اكس بي، سواء ويندوز 7 او ويندوز 10. طبعا اذا اخترت اصدار اعلى من اوفيس 2007 بدك تنزله على الكمبيوتر تبعك، إذا يفترض هاي تكون اللي هو المواصفات اللي ذكرناها، هي تكون أقل ما يمكن من المواصفات اللي لازم تتوفر في جهازك. الآن نذهب إلى البرنامج الوورد ونتحدث عنه بتفصيل أكثر. الآن كيف بدنا إحنا نفتح البرنامج الوورد على الكمبيوتر أو على الجهاز المعين؟ أولاً بنروح على اللي هو الستارت مينيو أو زر البدء اللي موجود عندنا هون، زي ما احنا شايفين باللون الأخضر عليه اللي هو الشعار تبعهم اللي هون، ومن ثم نذهب إلى All Programs. من All Programs نختار اللي هي المايكروسوفت أوفيس، ومن المايكروسوفت أوفيس بنختار اللي هو الوورد اللي احنا بدنا نشتغل عليه الآن.
طبعاً رايح تظهر معنا مجرد ما ضغطنا على المايكروسوفت وورد، رايح يظهر عندنا اللي هو الشاشة كما في الصورة التالية. إذا بنلاحظ عندنا في الصورة اللي موجودة عندنا هون، بنلاحظ أنه تتكون من عدة اللي هي أشياء. في عندنا أول شغلة اللي هو موجود عندنا في الأعلى اللي هو شريط العنوان. لاحظوا عندنا شريط العنوان يحتوي على اللي هو اسم البرنامج اللي احنا فاتحين عليه، زائد في عندنا إشارة الرجوع أو تقدم للأمام أو الحفظ. أيضا موجود في عندنا اللي هي التصغير والتكبير وتسكير البرنامج. الآن من المجموعات أيضا أو من أشرطة العناوين الرئيسية اللي هو العناوين اللي موجودة عندنا هون، الصفحة الرئيسية، إدراج، تخطيط الصفحة، مراجع، مراسلات، ومراجعة وعرض. لاحظوا عندنا بالصفحة الرئيسية في عندنا أكثر من سلسلة موجودة عندنا، مثل اللصق والقص. أيضا موجود عندنا اللي هي مجموعة من أنواع الخطوط اللي إحنا ممكن نستخدمها وحجم هاي الخطوط. موجود عندنا أيضا اللي هو تنسيق الخطوط والكتابة داخل النص. أيضا موجود عندنا اللي هي المودات، وموجود عندنا أيضا اللي هو التصليح اللغوي. الآن بالأسفل رايحين تشوف على اليمين، إذا نزلنا لليمين راح يكون في عندنا اللي هو شريط التمرير من الأعلى وإلى الأسفل، وبالأخير هون راح يكون في عندنا اللي هو الشريط التمرير السريع اللي يكون في عندنا وين إحنا فاتحين على أي صفحة من الصفحات اللي موجودة عندنا. إذا بهاي الطريقة إحنا بإمكاننا نفتح على برنامج الوورد ونبدأ بالكتابة على هذا البرنامج باستخدام اللي هي الكيبورد. هاي بالنسبة لعملية اللي هو فتح برنامج الوورد. في هنالك أيضا طرق أخرى لفتح برنامج الوورد. ممكن أنه إحنا نفتح الوورد في أي مكان فارغ على الشاشة، نضغط بالزر اليمين، ومن الزر اليمين نختار اللي هي المايكروسوفت أوفيس وورد 2007. أيضا طريقة ثالثة لعملية الفتح للبرنامج الوورد اللي هي ممكن أن نكون إحنا فتحناه قبل فترة وبعده مخزن بالستارت منيو بدون ما إحنا ندخل على التفرعات تبعتها اللي موجودة اللي هي المايكروسوفت أوفيس. ومن المايكروسوفت أوفيس بنختار اللي هي الوورد. الآن كيف بدنا نفتح مستند؟ إذا عملية فتح المستند قلنا أولا نضغط على زر اللي هو الإبدأ بالمايكروسوفت أوفيس، ثم بعد ذلك بنروح على اللي هو بنضغط على الشعار المايكروسوفت أوفيس، ومنه رايح تطلع عندنا قائمة منسدلة. من القائمة المنسدلة بنختار اللي هو نيو. لاحظوا عندنا هاي، نضغط هون على شعار اللي هو الأوفيس، رايح يظهر عندنا اللي هو قائمة منسدلة فيها الجديد، فتح، حفظ، حفظ باسم، طباعة، تحضير، إرسال، نشر، وإغلاق المستند إذا خلصنا بشغل. إذا حتى نفتح مستند جديد بنضغط على اللي هي الإشارة المكتوب عليها الجديد، ومن ثم نختار اللي هي البلانك دوكيومنت. بعد ما نضغط على بلانك دوكيومنت راح تظهر عندنا هاي القائمة بالشكل هذا. نضغط على مستند فارغ، ومن ثم بتفتح عندنا اللي هو المستند. الآن في عندنا ممكن أنه إحنا نختار عملية فتح بدل ما نقول اللي هو مستند فارغ. بإمكاننا إحنا نختار قوالب جاهزة بتكون مسجلة عندنا. هاي القوالب الجاهزة بإمكاننا إحنا نستخدم أي قالب من القوالب الجاهزة. حتى نستخدم قالب الجاهز ننقر أول إشي على اللي هو شعار المايكروسوفت أوفيس، بعدين ننقر على الجديد زي ما إحنا ملاحظين هون،
وأسفل قوالب اللي هي التيمبلس بنقوم بإجراء التالي. أول شيء بننقر فوق القالب المثبت اللي هي الانستول تيمبلت لتحديد قالب متوفر على الكمبيوتر، يعني اوريدي بيكون موجود على الكمبيوتر تبعنا. هاي اللي هي القوالب المثبتة، نختار أي واحد منهن على أساس أنه يكون هو الشكل المناسب اللي أنت رايح تكتب عليه اللي أنت بتحتاج تكتبه على استخدام اللي هو برنامج الوورد. في عندنا أيضا ممكن نحصل على قوالب من اللي هو النت مباشرة، وذلك باستخدام اللي هو المايكروسوفت أونلاين. هاي منها بإمكانك تختار قوالب موجودة على النت وتنزله، وبالتالي أنت بتستخدم هذا القالب، وممكن أنك تحفظه وترد تستخدمه مرة ثانية في أي وقت أنت بدك إياه تستخدمه. الآن كيف عملية حفظ القوالب وإعادة استخدامها؟ كنا بنروح على المايكروسوفت أوفيس شعار، نضغط عليه، بعدين بنروح على حفظ باسم، ومن ثم في مربع الحوار حفظ باسم، انقر فوق قوالب موثوق فيها، وفي قائمة الحفظ بنحدد نوع الوورد تيمبلت وبنكتب اسمه اللي احنا بدنا اياه او بنرغب به على اساس انه يكون دائما وباستمرار متوفر عندنا على الوورد. باي وقت انت بتفتحه فهذا القالب يكون منزل موجود، بامكانك تستخدمه اي وقت انت بتفوت على البرنامج. الان حتى نفتح ملف موجود اصلا على الجهاز تبعنا، يعني ما بدنا نفتح ملف جديد، بنروح على اللي هو شعار الأوفيس على اليمين خالص، نضغط عليه، نعطي اللي هو فتح الأوبن، بظهر اللي هو المربع الحوار آخر المستند المطلوب كما بالشكل التالي. لاحظوا عندنا هون اللي هو أنه أنت بدك تفتح هذا الملف، والملف هذا موجود على الكمبيوتر تبعنا، فإما بكون على اللي هو الداونلود إذا أنت مسوي له عملية داونلود، أو بكون بالدوكيومنتس اللي أنت محتفظ بيها. أوكي، فبنختار ماي دوكيومنتس، بروح على الفايل أو الفولدرز اللي بكون موجود فيه، وهنالك بإمكانك أنت تفتحه بعد ما تحدده باللوك إن. الآن حتى يتم فتح هذا المستند ونضغط أيضا على اللي هو الأوبن، كلمة الأوبن أو افتح حتى يفتح هذا التطبيق. الآن إذا بنلاحظ عندنا هون في عندنا عدد من المفاتيح، في عندنا مفتاح على اليسار كلش، هذا المفتاح يسمى مفتاح التراجع للخلف. مفتاح التراجع للخلف يعني أنه أنت بتلغي آخر خطوة قمت فيها في البرنامج الوورد. الآن إذا بدنا نروح على مستوى أعلى من الملفات داخل الكمبيوتر تبعنا، نضغط على هاي السهم للأعلى لفولدر لون أصفر وسهم أخضر للأعلى، هذا برجعنا اللي هو لمستوى أعلى من المجلدات المحفوظة عندنا باللي هو داخل الكمبيوتر تبعنا. إذا بدنا نحذف المستند نضغط على اللي هي الإشارة الإكس. الآن لنيو، لاحظوا إشارة الفولدر وعليه ستار، هذا مشان إحنا ننشئ مجلد جديد. الآن لمشاهدة طرق عرض مختلفة للفتح، بإمكاننا إحنا نضغط على الأيقونة هاي اللي موجودة قدامنا اللي فيها عندها زر بسيط إلى الأسفل، عند الضغط عليها رايح يظهر عندنا صورة مصغرة أو إطارات متجانسة أو رموز أو قائمة أو تفاصيل خصائص معينة إلى آخره، وبتختار الإشي اللي أنت بدك تشتغل عليه. الآن إذا بدنا نفتح ملف كنسخة، يعني موجود عندنا ملف إحنا محتفظين به وبدناش نفتح الأصلي، بدنا نأخذ نسخة من الملف هذا ونشتغل عليها. الآن بنروح على اللي هو شعار المايكروسوفت أوفيس، بعدين نضغط على كلمة الأوبن من القائمة اللي رايح تظهر عندنا، بعدين من قائمة اللوك إن ننقر على أو بنختار على أو بنختار القرص اللي موجود بالمجلد أو على الموقع الإنترنت الذي يحتوي على الملف اللي أنت رايح تفتحه. الآن إذا رحنا على المجلدات بنحدد الموقع المجلد الذي يحتوي على الملف، ومن ثم يتم عملية الفتح. الخطوة اللي بعديها بعد ما نحدد الملف اللي انت بدك تفتحه، انظر فوق السهم اللي بيكون جانب زر الفتح، اللي بيكون جانب زر الفتح، ثم انظر فوق فتح كنسخة.
اي لاحظوا عندنا هون فتح كنسخة، اللي برايح يحضر عندنا قائمة فتح، فتح للقراءة فقط، فتح كنسخة، والفتح واصلاح احنا بنقوم بفتح الفولدر الموجود او الملف الموجود، وبنقوم بعد ما تختار الاشي اللي بدك اياه، الخيار اللي بدك اياه، بتضغط على اللي هو الفتح. ايضا بنفس الطريقة احنا بامكاننا نختار اللي هو فتح ملف للقراءة فقط. اذا الطريقة الاولى دخلنا على اللي هو المجلد اللي موجود بالملف تبعنا، وقمنا بأخذ نسخة منه وفتحها لاستخدامها. الآن بإمكاننا إحنا نفتح الملف هذا مشان نقرأه فقط بدون القيام بأي تعديل عليه. بنروح على اللي هو إشارة المايكروسوفت أوفيس، بنروح ثم على أوبن. الآن في قائمة اللي هي البحث فيه أو اللوك إن، بتروح على المحرك اللي موجود بالفولدر تبعنا أو إذا كان على موجود في النت. بعدين من المجلدات بتحدد موقع المجلد اللي بيحتوي على الملف وافتحه. الآن حدد الملف الذي تريد أنت استخدامه وتختار اللي هي للقراءة فقط. زي ما احنا شايفين هون من القائمة المنسدلة عندنا نختار اللي هو فتح للقراءة فقط. الآن إذا كان في عندنا أكثر من مستند وبدنا نفتحهم كلهم مع بعضهم البعض، في طريقة بسيطة جدا بتساعدنا على أنه نفتح جميع المستندات اللي موجودة عندنا بدون ما يكون في عندنا مشكلة. الطريقة كالتالي، بنروح على اللي هو إشارة المايكروسوفت أوفيس، منها بنروح على أوبن. بعد ما تروح على أوبن بتم عندنا فتح مربع حواري بيعرض الملفات في الفهرس مثلا على سبيل المثال فولدر تبعنا اللي هو الماي دوكيومنت. الان لنفترض ان بدنا نفتح 4 أو 5 ملفات مع بحد بعضهم البعض، مستندات بحد بعضهم البعض. بنروح مختارين اول واحد، بعدين بنضغط على الشيفت وبنضغط على باقي اللي هو الملفات الموجوده. لاحظوا عندنا ضغطنا على الاسس 2007 للطباعه، بعدين ضغطنا على الشيفت على الكيبورد يعني، وبعدين نضغط على باقي الملفات. الآن في عندنا طريقة ثانية لفتح ملفات غير متتالية، يعني ما بكونش بحد بعضها البعض. نفس الإشي، بنروح على اللي هي مايكروسوفت أوفيس إشارة، نضغط عليها أوبن. من أوبن بنروح على اللي هو المربع الحواري اللي بيفتح عندنا، بعدين نختار أول مستند من المستندات المتتالية المراد فتحها. الآن نضغط على أول واحد، بعدين نضغط على اللي هو الكنترول مع الضغط عليها على المستندات المراد فتحها، اللي هي بتكون زي ما احنا شايفين عندنا هون بالرسمة غير متتالية. يعني فتحنا على تعليم اكسل، كنترول نضغط، بعدين الوورد، بعدين اللي هو الاكسس. هذول الثلاثة رايحات يفتحن مع بعضهم البعض بعد ما نعطي الامر اللي هو افتح او فتح. الان عملية غلق المستند وغلق البرنامج الوورد برضو عملية بسيطة جدا. اللي بنروح على اللي هو الزر الأوفيس المتعارف عليه صار عندنا كلنا الآن كما بالشكل التالي، نضغط عليه رايح يظهر عندنا قائمة منسدلة. من هاي القائمة المنسدلة نختار اللي هو الخيار إغلاق، فبتسكر عندنا اللي هو البرنامج. الآن إذا ما قمتش أنت بحفظ اللي هو الإكزيت وورد، إذا ما قمتش بحفظ الشغل تبعك رايح مباشرة يطلع لك رسالة بيقول لك فيها هل تريد أنه أنت تحتفظ بالتغييرات اللي سويتها على المستند، فإذا بدك تحفظها قل نعم، وإذا بدكش تحفظها بتلغي الأمر الموجود عندنا. هاي هون بإمكاننا طريقة ثانية أنه نسكر الوورد تبعنا، هاي لإغلاق المستند والبرنامج ككل. يمكن من شريط العنوان اللي موجود عندنا فوق كلش، هذا هو شريط العنوان اللي موجود بالمايكروسوفت افس واسم الصفحة اللي احنا فاتحينها، بنضغط على اشارة الاكسون فبتم اغلاق اللي هو البرنامج واغلاق المستند اللي انت فاتحه. ايضا في عندنا طريقة اخرى اللي هي قلنا هاي اغلاق من مباشرة، بنختار من المايكروسوفت اوفيس وبتظهر عندنا قائمة منسدلة، بنختار منها اللي هو عملية الاغلاق او امر الاغلاق. الان زي ما قلنا قبل شوي انه عند الاغلاق اذا كنت انت مسوي تغييرات على المستند تبعك بتظهر لك اللي هي رسالة تحذيرية بهالشكل هذا. الرسالة محتواها بقول لك انه هل تريد حفظ التغييرات على الوورد او الاكسس او واتيفر،
فأنت إذا بدك تحفظها بتطلب تقول له نعم، وإذا بديش تحفظها بتقول له لا. الآن نضغط على المفتاح الياس، هذا اللي هو لغلق البرنامج، وذلك بعد حفظ آخر تعديل قمنا به. النوع بيسوي له عملية اللي هي تسكير أو إغلاق للبرنامج تبعنا بدون ما يسوي عملية اللي هو الحفظ. إذا ضغطنا على الكانسل اللي هو إلغاء الأمر، يعني إلغاء الأمر برد برجعك على المستند الوورد نفسه اللي أنت قاعد تشتغل عليه، وإذا بدك تسوي أي تعديل بتسوي عليه من خلال اللي هو الواجهة اللي بتفتح عندك لصفحة الوورد. الآن في عندنا هنا إذا بتشوفوا بتلاحظوا عندنا في اللي هو أيقونة، والأيقونة داخلها إشارة استفهام، هاي تستخدم مشان المساعدة أو بالإنجليزي الهلب. يعني إذا أنت وقفت عند نقطة معينة في استخدام برنامج تطبيق الوورد وما بتعرفش شلون بدك تستفسر عنها، بإمكانك تضغط عليها هون، رايح تظهر عندك اللي هو مربع حوار. المربع هذا الحوار بتحط أنت الإشي اللي أنت بتبحث عنه مشان يحل لك المشكلة، وبتقرأ عنه وبعطيك معلومات كاملة ووافية عن هذا الموضوع. الآن بنروح على ضبط الإعدادات الأساسية وتغيير أنماط عرض الصفحة. عندنا أولاً اللي هو ضبط وتعديل الإعدادات الأساسية. رايحين نروح أول شيء على المايكروسوفت أوفيس، ومنها بنختار اللي هو خيارات وورد اللي هي وورد أوبشن. وورد أوبشن رايح يطلع لنا قائمة بهالشكل هاي. إحنا الآن رايح يطلع عندنا هو شائع عرض تدقيق حفظ خيارات متقدمة تخصيص الوظائف الإضافية مركز التوثيق والموارد. الآن من الرسمة هاي اللي شفناها فوق بنلاحظ إنه المربع الحواري متعدد التبويب، كل علامة تبويب لها بكون في اسم، وكل اسم يعبر عن صفحة ويمكن الوصول لها بالضغط على اسم الصفحة هاي. كل صفحة بها إعدادات خاصة بالاسم تبعها. التعديل لموقع الخاص بحفظ الملف موقع حفظ افتراضي. الآن وين بنحفظ الملفات تبعتنا، وشلون نقدر نتأكد إنه هاي الملفات تبعتنا محفوظة في الموقع اللي إحنا بدنا إياه؟ الآن بنروح على اللي هو المايكروسوفت أوفيس الزر تبعها، ونختار منه اللي هو خيارات وورد اللي هي الوورد أوبشن. الآن يمكن تعديل المكان الخاص بالحفظ الافتراضي اللي هي ديفولت فايل لوكيشن، ذلك بالضغط على مفتاح اللي هو البراوز. من البراوز إحنا بنختار أي مكان آخر إحنا بدنا نحفظ به المستند تبعنا، وبعد ما نختار الموقع اللي زي ما احنا هون شايفين، هذا الموقع الملف التلقائي على السي، وهذا موقع الملف هذا الاسترداد، وهذا الموقع الملف على السي ايضا. اذا بدك تغيرهم بس تضغط على استعراض بيطلع عندك مجموعه من الخيارات، بتختار الموقع اللي انت بدك تحفظ به الشغل تبعك او الملفات تبعتك. الان تعديل الحفظ، حتى نعدل الحفظ بنروح على المايكروسوفت اوفيس اللي هو الشعار تبعها، ومنها بنختار اللي هو خيارات الوورد او الوورد اوبشن، بنضغط على حفظ كما بالشكل السابق اللي شفناه قبل شوي. حفظ الملف في هذا التنسيق، يعني احنا اذا بدنا نحفظه باي تنسيق اخر. لاحظوا عندنا هون هاي في عندنا طرق الحفظ، الوورد ديكيومانس اللي هو الامتداد تبعه الدوت دي او سي اكس، وفي عندنا وورد دوكيومنت دي او او سي اكس. هاي الامتدادات اللي احنا ممكن نحفظها باي شكل من الاشكال هاي. طبعا رايح يختلف المحتوى، رايح يظل زي ما هو، لكن المستند اللي بيكون محفوظ به رايح يكون مختلف، والامتداد تبعه رايح يكون مختلف. الآن أنماط عرض المستند أو الصفحة المختلفة. الآن من تبويب عرض رايحين كما بالشكل التالي، اختار أحد الطرق العرض المختلفة للدوكيومنتس فيو، دوكيومنتس فيو، وبنختار الطريقة اللي احنا بدنا اياها تنعرض عندنا بها الملف أو الصفحة. الآن تخطيط طباعة هاي واللي هي زي ما احنا شايفين هون، هذا واحد من الخيارات اللي ممكن احنا نعرض به الصفحة اللي موجودة عندنا. أيضا ممكن القراءة في وضع ملء الشاشة اللي هي Full Screen Reading،
أو تخطيط الويب اللي هي الويب لاي أوت. الويب لاي أوت في عندنا اللي هو الأوت لاين، مخطط تفصيلي، هذا في يتم عرض المستند بدون أي أشرطة أدوات، وهو مناسب للكتابة المباشرة. يعني الأشرطة كلها اللي شاهدناها ببداية المحاضرة عندنا هون تكون غير موجودة لما إحنا نختار مخطط تفصيلي. في عندنا أيضا من الخيارات اللي هي العرض للزوم، هاي بصير عندنا تكبير أو تصغير لصفحة الشاشة. من أسفل الشاشة على اليسار لاحظوا عندنا هون هاي مزلاجة موجودة باليمين، كأننا نأخذها على اليسار مشان تصغيرها أو على اليمين مشان عملية التكبير. في عندنا أداة أخرى اللي هي الزوم، موجودة عندنا اللي هي التكبير أو التصغير اللي موجودة هاي هون الأيقونة تبعتها، لاحظوا الأيقونة تبعتها، هاي بإمكاننا إحنا نستخدمها مشان تكبير أو تصغير الصفحة اللي موجودة عندنا. بعدها بظهر إنه قديش نسبة التصغير أو التكبير بدك إياه، 200% للحجم الأصلي أو 100% أو 75% إلى آخره. ويكون في عندنا معروض اللي هو نموذج مبسط كيف رايح تظهر عندك الكتابة، تختار أنت اللي بناسبك من هاي الخيارات اللي موجودة عندك مشان أنت تعدل اللي هي عملية العرض. تبادل المستندات هو الحقيقة يعني اللي هو التبادل المستندات والمعلومات بين أجهزة الحاسب المختلفة التي إما استخدمت إصدارات مختلفة من برنامج الوورد أو معالج النصوص آخر مثل الوورد بيرفكت أو الوورد برو، حتى نحفظ مستند موجود ولكن بتنسيق مختلف، لأنه التنسيق المختلف بقولنا بنكون إحنا مستخدمين وورد بيرفكت أو وورد برو لكن إحنا مشتغلين على الوورد 2007. كل ما هنالك بنروح على المايكروسوفت أوفيس، بننقر على حفظ باسم من القائمة اللي رايح تطلع عندنا من الضغط أو التأشير على اللي هو المايكروسوفت أوفيس، نختار منها حفظ باسم، ومن ثم رايح تطلع عندنا قائمة و save as type، أنت بتحدد التايب اللي أنت بدك تحفظه به. يمكن أنه يحتوي الملف الأصلي على التنسيقات، يمكن فقدها عند حفظ الملف بتنسيق مختلف، يعني إذا أنت حفظته بتنسيق مختلف عن الأصل تبعه فممكن أن أنت أثناء هاي العملية أنه تخسر جزء من المعلومات الموجودة أصلاً بالملف الأصلي. مثلاً برنامج الوورد يمكن إرساله بتنسيق RTF، ولكن من شان إرساله باللي هو على الانترنت، اذا هاي الوورد دوكيومنتس دوت دي او سي، واذا بنحفظه بالريتش تكست فورمات اللي هي الار تي اف ممكن اللي مشان استخدامه على الانترنت ممكن انه يفقد نسبه بسيطه من التنسيقات اللي موجوده داخل هذا الملف. الان ملف اذا بنحفظه بتنسيق اللي هو تي اكس تي، اوكي، يعني هذا بالامتداد تبعه، الامتداد تبعه راح يكون اللي هو DOC text plain text، طبعا زي ما احنا شايفين راح يكون DOC. الآن حفظ ملف بالتنسيق خاص بإصدارات مختلفة برنامج الوورد، زي ما شرحنا قبل شوي في عندنا اللي هو إصدارات مختلفة، ممكن إنه مثلا على سبيل المثال إصدار 2003 يختلف عن 2007 يختلف عن 2010، لذلك ممكن إحنا نحتفظ بالنسخ اللي إحنا بدنا إياه نحفظه به. حفظ المستند كقالب اللي هي التمبلت، وإن القوالب في عندنا قوالب بداية المحاضرة، في عندنا قوالب جاهزة أوريدي بتكون موجودة على برنامج الوورد، أنت بإمكانك إنه تختار أي قالب بدك إياه يناسب الشغل تبعك. الآن شو هو القالب؟ القالب هو مستند منشأ بطريقة معينة يتم حفظه وتكرار استخدامه من قبل المستخدم اللي بيستخدم برنامج الوورد. مثلا على سبيل المثال يمكنك انشاء قالب يحتوي على شعار الشركه ورقم الهاتف والعنوان تبعها، هذول شعار الشركه ورقم التليفون هذول دائما وباستمرار موجوده على التمبلت اللي انت بدك تستخدمه. طبعا هاي التمبلت بيريحنا من انه دائما وابدا ما فيش داعي انه نكتب كل ما نفتح وورد نكتب اللي هو شعار الشركه وعنوانها، هو عبارة عن تمبلت ثابت، قالب ثابت بنستخدمه أمية ما احنا بدنا اياه. يمكن ان تحتوي القوالب ايضا على انماط اللي هي
وماكروز وإعدادات نص وأزرار إلى آخره، تنسيقية حسب الحاجة وحسب طريقة الاستخدام. الآن بتشمل هاي القوالب على اللي هي المذكرات والتقارير والرسائل السيرة الذاتية على أساس أنها قوالب ثابتة يمكن استخدامها لهاي الأغراض. بالإضافة إلى وجود القوالب الأساسية، يحتوي برنامج الوورد على عدد معالجات القوالب التي تسمح لك بإنشاء مستند خاص بك والحفظ به واستخدامه عند الحاجة. الآن كيف عملية حفظ مستند في تنسيق مناسب لنشره عبر أحد مواقع الويب؟ مثلا بدك تحفظ ملف كتنسيق ويب اللي هي ال HTML من خلال قائمة ملف، تروح على الملف تنقر فوقه أمر حفظ باسم، ومنها بتقول اللي هو القائمة المسجلة بتختار اللي هو الويب بيج على أساس إنه ينحفظ عندك بصورة الويب بيج. هاي زي ما احنا شايفين عندنا هون، نختار اللي هو عملية الحفظ للمستند تبعنا ويب بيج على أساس احنا بدنا نستخدمه على اللي هو النت. الآن إذا قمنا بحفظ إحدى المستندات برامج الوورد في تنسيق الـ HTML وهو الأحرف الأولى للجملة اللي هي الـ هايبر تكست مارك أب لانجويج، بإمكانك استخدام هذه النسخة المنسقة من خلال وحدة خدمة الويب، حيث سيتم عرضها كصفحة ويب ويمكن رؤية هذه الصفحة من خلال الإنترنت أو الإنترنت اللي هي الشبكة المحلية. إلى هون إن شاء الله نكون إحنا خلصنا محاضرتنا، وبإذن الله تعالى بنشوفكم بالمحاضرة الجاية. وأي سؤال حاولوا أنه تبعثوا لنا على Learning Management System، وإحنا إن شاء الله رايحين نجاوب على أي سؤال.